سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ومن سورة قاف. وسورة قاف هي سورة مكية وهو طابع القرآن المكي عليها ظاهر، إلا في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. نعم. قال أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سورة قاف. بس ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد كما قال ابن حبان جمع وصنف ومن ثقات الأثبات رواه له جماعة. قال حدثنا يونس بن محمد، يونس بن محمد أبو محمد البغدادي المؤدب الحافظ. قال ابن معين ثقة. قال أبو حاتم الرازي صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات. وقال ابن شيبة ثقة ثقة. قال حدثنا شيبان، شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم. نعم. قال ابن معين ثقة رجل صالح. وقال يعقوب بن شيبة كان يحيى يوثقه. قال أبو حاتم الرازي حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديث. قال عن قتادة، وقتادة من العامة السدوسي ومن من الثقات الأثبات من نوادر الحفاظ. قال حدثنا أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، هل من مزيد، اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط قط، يعني اكتفيت، حسبي اكتفيت اكتفيت وعزتك. نعم. ويزوى بعضها إلى بعض. قال الترمذي هذا حديث حسن حسن صحيح غريب. أنا بينا قبل ذلك قول الإمام الترمذي حسن صحيح غريب، وهو إسناد واحد لكن في بعض الرواة الذين اختلف فيهم هل هو حسن الحديث أم صحيح الحديث، فجمع بين القولين الإمام الترمذي، أو هو حسن صحيح الإسناد وهو حسن المتن. هذا حديث أيضا في جمل عقدية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول، فأثبت الكلام لجهنم. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وفي رد على أهل البدع الذين يستشكلون عن كلام الله وينفونه ويقولون هو مدعاة للتشبيه، ولا بد من لسان وأسنان وشفاء وغير ذلك وأضراس، وهذا كله بسبب توهم عقولهم الخربة، وأنهم يعني أرادوا أن يفروا من التشبيه فذهبوا إلى أعظم منه وهو التعطيل. فالحق بأن الله تعالى يتكلم على وفق ما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال أن جهنم تقول لا تزال جهنم، وهي مثل الكافرين، تقول هل من مزيد، وقد بين الله جل وعلا ما يحدث جهنم عندما ترى الكافرين. اللهم سلم سلم يا رب. قال الله تعالى وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللهم استعان. اللهم سلم سلم يا رب. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل لهم شيء أنتم إلا في ضلال، إلى آخر الآيات. فتقول هل من مزيد، هل من مزيد، ولا تكتفي. قال حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى، قال حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قد قد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه. هنا أثبت أولا قال رب العزة، وهنا هذه إضافة الموصوف لصفته، هذه من الأهمية بالمكان. قال حتى يضع فيها رب العزة، فهذه إضافة الموصوف لصفته، فالعزة صفة من صفات الله الثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي صفة من صفات الأزلية الأبدية. قال حتى يضع فيها رب العزة قدمه سبحانه جل في علاه، وأثبت لربنا القدم وهي من الصفات الخبرية،
لأن الصفات الثبوتية الخبرية تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه، على وفق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له قدم نعم قدم تليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. عندما يضع الجبار قدمه لا تستطيع النار يزوي بعضها بعضا يضم بعضها إلى بعض وتقول قط قط حسبي حسبي كفى كفى سبحانك ربي ما أعظم شأنك، تقول قط قط وعزتك وعزتك فتقسم بعزة الله جل في علاه، وفيها دلالة واضحة جدا على القسم بصفات الله جل في علاه، والقسم يكون بذات الله المقدسة ويكون بأسماء الله الحسنى ويكون بصفات الله جل في علاه. والخلاف بين العلماء في صفات الصفات الخبرية، الخلاف فيها بين العلماء هل يصح القسم بصفات خبرية أم لا، لكن القسم يكون بذات الله المقدسة وبأسماء الحسنى وبأفعاله جل في علاه. قال تالله إن كدت لتردين، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم. وأيضا في قول النبي لعمر الله، نعم جاءت في بعض الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الله، فالقسم بحياة الله جل في علاه. فهذا الحديث صراحة فيه جمل عظيمة من جمل العقائد، إثبات القدم لله جل في علاه، وإثبات الكلام، وإثبات العزة سبحانه جل في علاه، وكما قلنا كلام جهنم. الله ينجينا إن شاء الله يوم القيامة من ذلك، ونسأل الله جل في علاه أن نكون من يدخل الجنة من أول وهلة من غير أحساب ولا سابقة عذاب. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت. الفوائد المستنبطة: القياس بين الله وبين خلقه قياس الأولى، تحيرت العقول في كنه كلام جهنم فكيف يكون كلام الله جل في علاه، لا نستطيع أن نصف كيف تتكلم جهنم. أنا أستطيع أن نصف كيف يتكلم الله؟ حاشا لله، نغض عنا نؤمن به. جواز القسم بصفات الله جل في علاه: حرم التأويل الظاهر إلا بقرينة، قال حتى يضع فيها رب العزة قدمه. الصحابة جميعا هم العربية عندهم سليقة، خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، ومع ذلك لم نجد أحدا منهم أولها أو طلب تأويلها من النبي صلى الله عليه وسلم. علموا معنى القدم فوقفوا عندها، ويعلمون أن الكافية مجهولة وإنها موجودة.